فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة أم لا يؤخذ إلا بالتواتر في هذا الباب؟ هذه عقيدة الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة اللي ينكرون أحاديث الصفات، يقولون لأنها آحاد، هذا ضلال والعياذ بالله. إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يعمل به في العقيدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.